صابرين وجامعينها جامعينها وهنا دابا غنبداو نبكيو. كاين فيه الماء تاع الطير الدريات كاينين دابا خويتو من الماء ما فيهش لا يتكلم شي مفاجاه مفاجاه اختي لي كنتي ماما اكسيتي من البارح قالت لي اميمه قالت لي ودا دي معاك شي بواطه ديال المشوار لماما عندك تبكي قلت لي يا بنتك مغيرة تبكي وشي دابا اللي كتقول لي عندك تبكي عس بابا غتبكي انا عيني على الباب انا نصر ودا نصرية ولي فينا يا الحم وتخشي الحم ولي الحمد لله انا جيت بالشمس شدت الشقيقة اليوم يا سيدنا محمد الله معاك جاي العالي شد خذي التمر خذي سير خذي التمر وي بسم الله الله يخليك لداركم شكرا سير اختي سير اختي 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 تبدلت عليك داركم هو ماشي ساهل ماشي ساهل جاب معاكم انا وبابا راجي راه 3 سنين وزيد ها ساره ها ساره كاينين الناس اللي عارفين ساره وكاينين بزاف الناس اللي كيحسب لهم عندي غا اميمه راه عندي اميمه وعندي ساره وعندي هاد المسخوط هذا ريضه ودي اخلع وعندنا نونا عندي تعالى بس محمد المهم ساره من بعد غياب ديال 3 سنين اختي ما شفناهاش سنين واش شني ولا ما تبدلاتش باقا هي ماما باقا هي جات وصلات جات عنقني يدي ليا انا ماري بدا فيا هو دفن ولحم يدي ليا لقات يديها باقا قالت لي ويلي فين ولحم فهمت واحد اللي قال بدا كيبكي وانا ماشي ساهرة 3 سنين وزيادة هذه راه كلها 3 سنين ونص من 2021 قبيله وحنا صابرين وجامعينها وهنا دابا غنبداو نبكيو
عاد مكا وبابا بدا كيبكي. زين اختي كتولد زين. ها بنتي هذه هي بنتي، بنتي اميمه وهدى وساره. هكاك صلحي الفاضك الحاجه. قالت ها بنتي هذه هي بنتي. هذه ما عمرهم شافوها، ما عمرهم شافوها، شايفين غير اميمه صافي. هذه هي البنيه الاخرى ساره كبر من اميمه. هذه هي الكبيده اللي كانت معلقه مختفيه، الكبيده معلقه هي هذه. ايوا الحمد لله على سلامتها، ماشي سهل يومين ديال الطريق. ماشي سهل يومين ديال الطريق. ايوا الحاجه اش موجوده لينا؟ موجوده الدجاج، تقلي الفريت. دابا لي هنايا الزيتون ديال الدجاج. نعم غندير اصبات تما بعد غديريها غندير الزبيب، راه هو غتلوح الصفه هذا. سلام حبايبي. واش يقول لهم هذا الفن هذا البوغور؟ فات العيد مبروك عواشركم. فات قال لكم فات العيد مبروك عواشركم، تعيدوا تعيدوا وتعاودوا ان شاء الله. وراه حنا عندنا العيد اليوم. علاش العيد؟ فرحة سارة. فرحة سارة. ماما دابا سارة خصنا نديرو شي حفلة. ها؟ إن شاء الله. لا والله إلا كندوي معاك بصح. يلا من عندك. من عندي؟ من عندي ومن عندك. من عندك حتى بلي بختك. ياك من عندك. أنتوما خرجوا كتبوا ليها تحتفل بختها. يلا خرجوا قالت لك كتبوا وقولوا لها احتفلي بختك. عرفتي علاش يا ماما؟ حيت دوزنا بزاف ديال 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 لي زيفينمون ما كانش معانا فيهم سارة. ما حضراتش الدخله ديال الدار. عندك انت اللي كتسالك. ما حضراتش الدخله ديال الدار، هي الدور لقات عليا قالت لي انت اللي كتسالك. هي اللي كتسال هالحفله. شوفي ما حضرش دخل الدار، ما حضرش عيد ميلاد ديال غيتا، ما حضرش ديك لانيفرسير ديالي اللي فيه المليون. يلا زيد يا شاخور، ما حضرش بزاف ديال الحوايج. يلا ودابا من عندك. لا لا خصنا نديرو شي حاجه لساره صراحه. ناري انا في راسكم شاكه حالتي حاله. خبز دار الجوع الحاجه، فينا الجوع والله الا فينا الجوع. شو نحطوا الغدا لا ماما جبتي السفه ماش طيبتي الصباح بكري. نط مع السبع والله حداقه طيب. انا اختي حداقه جايه الحلوتي قامت تعجن في البدريه وديك فين انت كوكو كوكو. هي ديال ماما. ايه والله الا هي ديال بابا. زوينه ديالي. ما عرفتش اش غادي نقول لكم. هذه فرحه اللي كنا من شحال وحنا كنتسناوها وكنا كنحسبوا ليها بالسوايع وبالدقائق وبالثواني امتى غادي يجي هذا النهار باش نقدروا نشوفوا اختصار. فكان لابد كانت خصني نصور لكم باش نبارطاجي معكم هذه الفرحه، حيت انا عارفه ومتاكده 100% باللي عندي كاينين متتبعات لولادهم كيقراو برا اولا خدامين برا وما شافوهمش مده طويله، شي غير عام راه بالنسبه لي انا مده طويله. فكنت بغيت نبارطاجي معكم هذه الفرحه الزوينه، وفي نفس الوقت نقول لكم الله يسهل على كل واحد، والله يسهل على وليداتكم، واللي ما عنده اللي ما عنده قريب عنده بعيد عزيز عليه كاين برا وما شافوش هذه مده. فتنبغي نقول ان شاء الله تلاقوا بحبابكم وبولادكم وبصحابكم، وله لا يحرم له لا يحرم كل واحد منكم بهاد الفرحه اللي كنا فرحانين بها اليوم. وكانت الفرحه راها باينه علينا، يعني كانت كل دمعه
حطينا راه في المونتاج حاولت انني نقص من داك البكاء اللي بكينا فريمون بكينا حيت ما بغيتش نبكيكم معايا، بغيت نعطيكم غير دوك لي مومون زوينين. فالله يفرجها عليكم والله يلاقيكم بوليداتكم وبحبابكم وبخوتكم وبصحابكم يا ربي. وكنتمنى هذا الفيديو يكون عجبكم ونتلاقى انا وياكم ان شاء الله باذن الله في الفيديو الجاي لا بغى الله. والسلام عليكم.